إلى السودان، حيث قال مصدر كبير بالجيش السوداني إنه مع مرور عام على بدء الحرب الأهلية في السودان، تساعد الطائرات المسيرة المسلحة إيرانية الصنع على تحويل دفة الصراع ووقف تقدم قوات الدعم السريع واستعادة أراض حول العاصمة. لكنه نفى أن تكون تلك المسيرات جاءت مباشرة من طهران، وأضاف أن الجيش السوداني طور أيضا طائرات إيرانية مسيرة أنتجت سابقا ضمن برامج عسكرية مشتركة قبل قطع العلاقات بين البلدين في 2016. كما قالت 6 مصادر إيرانية ومسؤولون دبلوماسيون بالمنطقة للوكالة إن الجيش حصل على طائرات مسيرة إيرانية الصنع خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال مصدر الجيش لرويترز إنه على الرغم من عودة التعاون الدبلوماسي بين السودان وإيران العام الماضي، لا يزال التعاون العسكري الرسمي معلقا. مصدر إقليمي مقرب من الدائرة الحاكمة في إيران ذكر أن شركة طيران إيرانية نقلت مسيرات إيرانية من طرازي مهاجر وأبابيل للسودان عدة مرات منذ أواخر العام الماضي.